السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم سنة أولى؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. معاكم زميلكم أحمد خالد من الفرقة الخامسة. ان شاء الله هشرح لكم النهاردة مراجعة سريعة لشابتر الليبيد كيمستري. زي ما انتم عارفين ان احنا في البايو بندرس المواد اللي احنا بناخدها في الغذاء من كربوهيدرات ليبيد وبروتين وفيتامينز ومينرالز، وكل مادة بندرس فيها الكيمستري بتاعها وبعد كده ناخد الميتابوليزم، تمام؟ فالجزء ده او الفيديو ده انا هشرح فيه الليبيد كيمستري اللي هي كيمياء الليبيد، كيمياء الدهون، تمام؟ الجزء ده انا بصراحه لما كنت باخده وانا في اولى كان بالنسبه لي رخم، فان انا اشرحه ليكم واحاول ابسطه على قد ما اقدر وان شاء الله يعني تستفيدوا منه، ده هيكون انجاز يعني احطه في الانجازات بتاعتي، تمام؟ اول سؤال عندنا في الشابتر ده ون، السؤال دي فيها غلطه، حد عارف هي ايه؟ في هنا حرف ار ناقص، تمام؟ ما تاخدوش في بالكم. طيب نبدا كده اول حاجه، وانا هعمل لكم ملخص للشابتر ده بالعربي، او يعني ايه مايند ماب كده للي احنا هناخده في الشابتر ده بالعربي، تمام؟ احنا هناخد ايه؟ احنا هناخد الليبيد كيمستري، يعني كيمياء الليبيد. الليبيد كيمستري دي هناخد فيها ايه؟ هناخد اول حاجه تعريف الليبيد. ليه انا قلت على المركب ده بالذات ان هو ليبيد؟ ليه ما قلتش ان هو كربوهيدرات؟ ليه ما قلتش ان هو بروتين؟ تمام؟ ايه اللي عرفني او ايه الحاجه اللي بتميز المركب ده ان انا قلت عليه ليبيد؟ تاني حاجه وظيفه الليبيد، احنا طالما حاجه مدرسه اكيد ليها دور، اكيد ليها فانكشن، اكيد لها وظيفه، احنا مش هناخد حاجه ملهاش لازمه، تمام؟ تمام. تالت حاجه انواع الليبيد، تمام؟ وانواع الليبيد دي احنا بنقسمها ليبيد او دهون بسيطه. الدهون البسيطه دي اللي هي بنسميها سيمبل ليبيدز. السيمبل ليبيدز دي بتتكون من ايه؟ بتتكون من ابسط حاجه، يعني ايه؟ يعني هي عباره عن الوحده البنائيه بتاعه الليبيد اللي هو الحمض الدهني والكحول، الاثنين مع بعض كده ده اداني ليبيد بسيط، ده ابسط ما يكون ان انا اديني ليبيد، تمام؟ او يديني دهون. طيب او دهون معقده، الدهون المعقده دي اللي هي بنسميها كومبلكس ليبيد او كومباوند ليبيد. الكومباوند ليبيد دي يعني بيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن دهون بسيطه بس احنا ضفنا عليها حاجه كمان، ضفنا عليها حاجه كمان ايه بقى؟ ممكن نضيف فوسفات يبقى فوسفوليبيد، نضيف بروتين يبقى لايبوبروتين او بروتيوليبيد، نضيف كربوهيدرات يبقى جلايكوليبيد، تمام؟ ده كده النوع الثاني من انواع الليبيد. او في حاجه اسمها دهون مستخلصه. دهون مستخلصه يعني ايه؟ يعني درايفد ليبيد، وهي من اسمها كده مستخلصه، انا استخلصتها من البسيطه والمعقده، ان انا كسرتهم او عملت لهم بارشال هيدروليسيس، عملت لهم تكسير جزئي فاداني الدهون المستخلصه دي، وما عندكش اي معلومه تانية خالص غير الايه؟ غير الاسم ده، وبيجي لك ام سي كيو يقول لك مثلا which type of lipid is derived from simple and compound lipid، يبقى ده الايه؟ يبقى ده الدرايفد ليبيد اللي هي الدهون المستخلصه. واخر حاجه عندنا اخرى، اخرى دي ايه؟ اللي هي مواد تانيه ليها علاقه بالليبيد. طب ايه هي المواد التانيه دي؟ يعني زي الفيتامينات يعني، بس مش كل الفيتامينات، لا، الفيتامينات التي تذوب في الدهون اللي هو بنسميها الفات سولابل فيتامينز، تمام؟ اللي هو بنختصرهم في لفظ ايه؟ اكيد، اي كي اي دي، تمام؟ اكيد انتوا عارفينهم، اللي هو الايه؟ اللي هو الفات سولابل فيتامينز. وحاجه ثانيه اسمها الاستيرويد، اللي هو المركبات الاسترويدات اللي يبقى فيها مجموع، يعني الاسترويد ده نسبه لايه؟ لنيوكلاس كده، نواه، تمام؟ بلا شكل معين وتركيب معين، ده سميناها استرويد نيوكلاس. طيب من ضمنهم ايه؟ الكوليسترول، تمام؟ طيب احنا بقى هندرس في البتاع ده ايه؟ قلنا هندرس تعريف ووظيفه وانواع. طب الانواع ده بقى احنا قلنا بسيطه، حمض دهني وكحول. هناخد الحمض الدهني منه حاجتين، حاجه اسمها حمض دهني مشبع ساتوريتد فاتي اسيد، وحمض دهني غير مشبع ان ساتوريتد فاتي اسيد. طب المعقده عندنا عندنا الفوسفوليبيد واللايبوبروتين والكربوهيدرات، هناخد منهم ايه؟ اللي هو جلايكوبروتين، ناخد منهم اللايبوبروتين. المستخلصه ما فيهاش اي حاجه، الفيتامينات مش هناخدها، وهناخد الاستيرويد كلمتين كده على ايه؟ على الكوليسترول. بس هنفصل في النص كده بحاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها النتانه، وانا اسف في اللفظ بس هي اسمها كده بالعربي الرانسيليتي، النتانه او الزناخه، تمام؟ وهنعرف ايه الموضوع ده. طيب نبدا كده بسم الله، واول حاجه تعريف الليبيد، تمام؟ ايه هو تعريف الليبيد؟ عباره عن مركبات عضويه اورجانيك كومباوندز، اكيد يعني هي قلنا ان هي مش ايه؟ مش حاجه ايه؟ مش حاجه انورجانيك، مش حاجه غير عضويه، تمام؟ ايه المركبات دي؟ غنيه بالكربوهيدرات والهيدروجين، سوري، غنيه بالكربون والهيدروجين والاكسجين. ايه ده؟ ثواني كده، كربون وهيدروجين واكسجين، مش ده كان المركب الاساسي بتاع الكربوهيدرات؟ ده احنا حتى كنا بنختصر الكربوهيدرات بايه؟ باختصار CHO. طب ايه الفرق بقى بينها وبين الكربوهيدرات؟ قال لك ان الفرق بينها وبين الكربوهيدرات ان الكربوهيدرات السي والاتش والاو هناك كانوا بيعملوا لك مركب اسمه ايه؟ اسمه جلوكوز او اسمه سكر احادي، تمام؟ والسكر الاحادي ده بقى اخده بقى اكرره واعمله، اعمل ثنائي، اعمل عديد والكلام ده، تمام؟ انما هنا السي والاتش او دول بيعملوا لك ايه؟ بيعملوا لك حاجتين، حاجه اسمها الكحول اللي هي بتبقى المجموعه الوظيفيه بتاعته او اتش،
وحاجه اسمها فاتي اسيد اللي هو المجموعه بتاعته سي او او اتش. تمام؟ فهنا في سي او بس هناك بس مش نفس السي والاو والاتش بتاعت الايه بتاعت الجلوكوز. واللي بيربط ما بين الكحول والفاتي اسيد وهو حاجه اسمها الاستر بوند، الرابطه اللي بينهم استر بوند. تمام؟ هناك لو انتوا فاكرين كان اسمها ايه، كان اسمها جلايكوزيتك بوند اللي موجوده في الايه في الكربوهيدرات كيمستري. تمام؟ وزي ما انتوا عارفين ان هل يختلط الزيت والماء، طبعا ايه لا يختلط الزيت والماء، فالليبد لا تذوب في الماء ولكنها تذيب في المذيبات العضويه اللي هي بنسميها الفات سولفنت زي الايه زي البنزين، ادي حلقه البنزين اهي، وسي سي ال 4 اللي هو الكلوروفورم رابع كلوريد الكربون اللي هو بنسميه كلوروفورم. يبقى تاني كده ايه تعريف الليبيد او ايه تعريف الدهون؟ هي عباره عن مركبات عضويه، المركبات العضويه دي تحتوي او غنيه في الكربوهيدرات والهيدروجين، سوري الكربون والهيدروجين والاكسجين. طب ايه الفرق بينها وبين الكربوهيدرات؟ ان هي بتتكون من ايه؟ بتتكون من كحول وفاتي اسيد. تمام؟ والكحول ده اللي هو المجموعه الوظيفيه بتاعته او اتش، والفاتي اسيد المجموعه بتاعته او او سي او او اتش. تمام؟ طلع ايه؟ طلع او اتش من هنا على اتش من هنا، طلع جزيء ميه ونعمل لي حاجه اسمها ايه؟ استر بوند. ودي الرابطه اللي بتربط ايه؟ اللي بتربط الليبت. وقلنا الليبت دي لا تذوب في الماء ولكنها تذوب في المذيبات العضويه اللي هي الفات سولفنت زي الايه؟ زي البنزين والكلوروفورم. طيب بعد كده هناخد خصائص الليبت، سوري وظائف الليبت. وظائف الليبت بتاعك بقسمها ايه؟ اتنين بناء، اتنين وظيفه، اتنين بتوفر حاجتين. تمام؟ احنا قلنا الموديول بتاعنا اسمه ايه؟ اسمه بيزك ستراكشر اند فانكشن اللي هو البناء والوظيفه، ستراكشر بناء والوظيفه الفانكشن. تمام؟ فاحنا جينا اتنين بناء واتنين وظيفه وبتدينا حاجتين. تمام؟ ايه الاتنين بناء؟ الاتنين بناء عندك اناتومي وهيستو، هي بتخش في تركيب حاجه في الهيستولوجي. ايه اللي انت بتشوفه في الهيستولوجي تحت الميكروسكوب؟ السيل ممبرين، فهي بتخش في تركيب السيل ممبرين، ادي كده اول حاجه. طيب ده كده الهيستولوجي. طيب ايه الاناتومي؟ الاناتومي الفات ده موجود فين؟ موجود تحت الجلد فوق الماسل. تمام؟ فقال لك ان وجود الفات مع الماسل بيعمل لك حاجه اسمها الكونتور بتاع الجسم. الكونتور ده اللي هي الزوايا والانحناءات والشكل الخارجي بتاع الجسم، اللي هو انت لما بتيجي ترسم في الكاريكاتير ما بترسمش شخص ايه كده، ده كده ايه، ده كده مش شخص خالص، ده شخص فلات. لا انت بترسم الشخص ايه بزوايا ومنحنيات. تمام؟ مش عارف بقى بيرسموه ازاي عشان ايه ما بعرفش ارسم. تمام؟ المهم يعني الزوايا المنحنيات دي اللي هو زي ما بيرسموها في الكاريكاتير دي، ده اسمه ايه؟ ده اسمه الكونتور بتاع الجسم، وده بيشارك فيه الليبد او الدهون مع المصل. تمام؟ ده كده مش الشكل الخارجي. طب ما لما تدخل جوه الجسم، او خلينا يعني في الاول ايه، لما تدخل جوه الجسم هتلاقي ان الليبد برده موجود جوه الجسم من جوه. بيبقى دوره ايه؟ بيبقى دوره ان هو بيعمل فيكسيشن للانترنال اورجانز، بيثبت الانترنال اورجانز بعضها في مكانها. تمام؟ بالظبط كده. بيبقى عامل ايه؟ بيبقى عامل يعني اشهر مثال له الكدني. الكدني لما بتيجي ترسمها هي تبقى ايه؟ شبه حبه الفول كده. تمام؟ الحبه دي بيبقى فيها جزء حواليه كده اسمه بيري نفريك فات. البيري نفريك فات ده بيعملها زي بيت الكدني او الكليه بتثبت فيه. تمام؟ فهو دوره ان هو يعمل فيكسيشن انترنال اورجانز. عشان كده لما تيجي تخس او لما حد تاني يجي يخس، لما حد يعني يجي يخس بيقول لك ما يخسش مره واحده كتير. ليه؟ علشان لما يخس كتير بيفقد الفات اللي موجود في الانترنال اورجانز دون. فلما يفقد الفات اللي موجود في الانترنال اورجانز ده، ساعتها هو يخش في ايه؟ يخش في توزس. العضو دون يتحرك من مكانه ويسقط من مكانه. تمام؟ يحصل له توزس. تمام؟ توزس هقولها حرف بي. تمام؟ يبقى تاني كده لحد دلوقتي احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا الوظائف بتاعته ايه؟ اتنين بناء، اتنين وظيفه، بتوفر حاجتين. اتنين بناء هيستو واناتومي. الهيستو بتخش في تركيب السيل ميمبرين، الاناتومي بتعمل لك الكونتور اللي هي الشكل الخارجي بتاع الجسم بالمشاركه مع العضلات، وبتعمل لك فيكسيشن للانترنال اورجانز. تمام؟ قلنا ان هو ما ينفعش حد يخس مره واحده، علشان ده بيأثر على الانترنال اورجانز ويخش في ايه؟ في اورجان توزس، ان العضو يقع من ايه؟ يقع من مكانه. تمام؟ ده بيحصل طبعا مع اي حد بيخس بمزاجه او غصب عنه اللي هو في حالات الاستارفيشن. تمام؟ تمام. طيب نقطه كمان ليها علاقه بالكونتور، ان انت هي موجوده دلوقتي ايه؟ تحت الجلد وفوق العضله. تمام؟ فهي بتشتغل كايه؟ كعزل الحراره. هي بتحفظ الجسم حرارته الداخليه، ان انت حراره الجو اللي بره ممكن توصل ل 20 و15، بس انت حراره جسمك زي ما هي 37. ليه؟ عشان الفات بيشتغل كعازل الحراره. معلومه على جنب كده، علشان كده بتلاقي الناس الرفيعه ما بتتأثرش بالجو الحر، على عكس الناس التخينه. الناس التخينه تلاقيه في الجو الحر ايه؟ تلاقيه حران قوي ومتضايق قوي. ليه؟ عشان الفات اللي عنده بيبقى اكتر. تمام؟ تمام. ادي كده اول حاجتين بتوع البناء. طب تاني حاجتين بتوع الوظيفه، هي بتديك سورس للطاقه، وسورس غني جدا جدا للطاقه، ان هي بتديك
الجرام تقريبا بيديك 9.3 كيلو كالوري، تمام؟ ده رقم كبير جدا مقارنة بالكربوهيدرات. الكربوهيدرات تقريبا الجرام بيديك 3.1 كده، يعني ايه، يعتبر قده 3 مرات. بس المشكلة ان هي بتحتاج وقت او بتحتاج وقت ومجهود من الجسم علشان يعرف يستعملها، تمام؟ فعشان كده الجسم بيريح دماغه يستعمل مين، يستعمل الكربوهيدرات. وبعد كده بيقول لك تعريف الكالوري، تمام؟ ايه هو الكالوري؟ بيقول لك عبارة عن كمية الحرارة اللازمة علشان ترفع 1 لتر من المية 1 درجة سيليزية، تمام؟ او 1 درجة مئوية. ما تشغلوش بالكم بالايه بالتعريف، بس ايه ده كان معلومة على جنب. طب تاني وظيفة عندها في الجي اي تي، في الجي اي تي بتشتغل كايه، بتشتغل كلاكستيف. لاكستيف يعني ايه؟ يعني ملين، تمام؟ تاني حاجة انها بتدي للفوت الطعم بتاعه، يعني انت اساسا اي نكهة بتتحط لازم بيتحط فيها ايه، لازم يكون في دهون موجودة علشان تعمل. عشان كده يعني انت لما بتحب تاكل اكل بره او بتحب تاكل الكفته علشان بتديها طعم، الطعم ده موجود في الايه، موجود في الدهون. تلاقي ناس بتحب تاكل الكفته وما تحبش تاكل اللحم الصافي، ليه؟ علشان الكفته بيبقى فيها نسبه دهون فبيعملها طعم حلو، انما على اللحمه ساعات بايه ما بيحبوهاش. انا اخويا كده. طيب النقطتين التانيين انها بتوفر حاجتين، بتوفر ايه؟ بتوفر الفات سولوبل فيتامينز اللي احنا بنقول عليهم اللي هو الاي كي اي دي اكيد، وبتوفر حاجه اسمها اسينشال فاتي اسيد، تمام؟ عشان نخلص الموضوع اسينشال فاتي اسيد دول، اي حاجه مكتوب جنبها اسينشال ده معناها انها اسينشال، هو اسينشال ترجمه حرفيه معناها ضروري، تمام؟ معناها ايه؟ ضروري ان انا اخدها في الغذاء. ليه؟ عشان الجسم ما بيعرفش ينتجها. فاسينشال فاتي اسيد يعني ايه؟ يعني الفاتي اسيد اللي الجسم بتاعك ما بيعرفش ينتجها، فانت لازم ضروري 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 ان انت تاخدها في الايه، في الغذاء، تمام؟ يبقى تاني لحد دلوقتي احنا اتكلمنا عن ايه في الليبيد، اتكلمنا عن فانكشن، واتكلمنا عن تعريف ديفينيشن وفانكشن. ديفينيشن اتكلمنا عن ايه، اتكلمنا عن انها عباره عن مركبات عضويه غنيه بالكربون والهيدروجين والاكسجين. طب ايه الفرق بينها وبين الكربوهيدرات؟ ان هي بتتكون من الكحول وفاتي اسيد، وبينهم ايه، استر بوند، وانها لا تذوب في الماء ولكنها تذوب في المذوبات العضويه زي البنزين والسي سي ال 4 اللي هو كلوروفورم. طيب اتكلمنا عن وظيفه ان هم اتنين بناء، اتنين وظيفه بتوفر حاجتين، اتنين بناء، اناتومي وهيستولوجي. الهيستولوجي بتدخل في تركيب السلم برين، والاناتومي انها بتدي الكونتور بتاع الجسم، بتعمل فيكسيشن انترنال اورجانز، وبتشتغل كهيت انسيوليتور، تمام؟ الاتنين الوظيفه عندك انرجي، سورس مهم للانرجي، 9.3 كيلو كالوري، الواحد جرام منها بيديك 9.3 كيلو كالوري. و بتشتغل في الجي اي تي كلاكستيف، كملينات، وفود فود بلاتابل، بتخلي الفود بلاتابل يعني بتخلي الفود له طعم، تمام؟ بتوفر حاجتين، الفات سوا والفيتامينز والاسينشال فاتي اسيد. طيب بعد كده هندخل في الايه، في الكلاسيفيكيشن. زي ما قلنا في الكلاسيفيكيشن احنا عندنا سيمبل ليبت، عندك كومباوند ليبت، وعندك اللهم صل على محمد درايف ليبت، و سبستانس اسوشيت وذ ليبت، تمام؟ هنبدا بمين؟ هنبدا بالسيمبل ليبت، تمام. والسيمبل ليبت ده قلنا عباره عن ايه، عباره عن يعني ايه، ابسط حاجه في الليبيد انت كحول مع فادي اسيد، تمام؟ طيب الكحول دون بيقول لك يا عم الحاج والله على حسب، او احنا يعني بنقسم السيمبل ليبيد على حسب، والله الكحول دون كان جليسترول ولا كان حاجه تانية غير الجليسترول. والله لو كان جليسترول هيديك حاجه اسمها نيوترال فات، او اسمها الثاني، تاني الاشهر، تراي اسايد جليسترول، تمام؟ اسمها جليسترول، تراي اسايد جليسترول يعني جليسترول مرتبط بثلاث جزيئات او ثلاث مركبات من الايه، من الاصايل ده اللي هو الفاتي اسيد، تمام؟ يبقى جليسرول مع 3 فاتي اسيد ده النيوترال فات اللي احنا بنسميه تراي اسايد جليسرول. طب لو كان الكحول ده ما كانش جليسرول، كان حاجه تانية غير الجليسرول، ساعتها هيديك مركب اسمه ايه، اسمه الوكس اللي هو الشمع، تمام؟ تمام. يبقى كده تاني قلنا اول نوع من السيمبل ليبيد، او اول نوع من الليبيد اللي هو السيمبل ليبيد، تمام؟ وقلنا السيمبل ليبيد دون عباره عن ايه، عباره عن فاتي اسيد والكحول، وان الكحول ده ايه، يا اما جليسترول يا اما حاجه تانية غير الجليسترول. لو كان الجليسترول هيديك تراي اسايد جليسترول، ولو كان حاجه تانية غير الجليسترول هيديك واكس، تمام؟ تمام. طيب بعد كده بيقول لك ايه وظايف الجليسترول، تمام؟ الجليسترول ده عباره عن ايه، عباره عن نوع من انواع الكحول، ماشي؟ الكحول ده بيبقى فيه ايه، بيبقى فيه ثلاثة او اتش. لو انتوا فاكرين يعني الجليسترول ده كان عباره عن 3 سي كده، وكل سي مرتبطه بايه، بو اتش او اتش او اتش، وكمل بقى ايه الباقي اتشات، تمام؟ ف راح فين، فالجليسرول ده عباره عن ايه، عباره عن الكحول ثلاثي، او بيسموه ايه، تراي هيدريك الكحول. يعني ايه؟ يعني كحول فيه تلات مركبات، يعني تلاتة او اتش، تمام؟ فعشان هو عنده تلاتة او اتش هو يعرف يمسك فيه تلاتة فاتي اسيد، تمام؟ الفاتي اسيد
بيبقى برضه في اي سي او او اتش، ونفس الفكره احنا قلنا نشيل الاو اتش من هنا مع اتش من الاو اتش بتاعه الجليسر عشان نكون ايه، نكون الفات اسيد. تمام. طيب بعد كده بيقول لك ايه، بيقول لك ايه وظائف او ايه اهميه الجليسرول. الجليسرول انا كنت مسكمها في حاجه بس مش عارف ما جاتش معايا ايه، ان هو بيشتغل كغذاء وكدواء. كنت عاوز اقول حاجه يعني ليها علاقه بالمتفجرات فمش عارف ايه، احط سكيما يعني ايه على حاجه لنفس القافيه، فانتوا لو عارفين حاجه ممكن تكتبوها في الكومنتات. تمام. طيب هو بيشتغل كغذاء، ان هو لو نيوتريتيف فانكشن، هو ممكن الجسم ياخده ويكون منه ايه، يكون منه طاقه او طلع منه طاقه. تمام. ده كده كغذاء. طيب كدواء بيخش في حاجتين، اول حاجه اللي هي المستحضرات التجميل، تاني حاجه النيتروجليسرين اللي هو بيستعمل كفازو دايليتور للناس اللي عندهم كورونا اوتو ديزيز. تمام. طيب مستحضرات التجميل ده موجود فين؟ انتوا عارفين لما حد مثلا يبقى حاطط مونوكير، واحده حاطه مونوكير بتجيب حاجه، بيخش في تركيب المونوكير ده، او بيخش في تركيب تقريبا الاسيتون، لا مش الاسيتون، لا هو بيخش في تركيب المونوكير. تمام. فعشان كده بيستعمل كايه، كمستحضرات تجميل، ده كده اول حاجه. تاني حاجه ان هو بيستعمل او في منه ماده النيتروجليسرين، وده الناس اللي بتستعملهم الناس بتوع كورونا ارت ديزيز، الناس اللي هم عندهم قصور في الشريان التاجي. تمام. ساعات بيجي لهم اتاك كده، او بيتعرضوا لوجع في الصدر، حاجه اسمها شيست بين او انجينا اللي هي الذبحه الصدريه، وساعتها بيبقى لازم الكورونري ده يوسع. فمن ضمن المركبات او من ضمن المواد اللي بتعمل كورونري فازو دايليتيشن بشكل كويس جدا وهو ماده النيتروجليسرين. فمين بيخش في تركيب النيتروجليسرين؟ الجليسرول. تمام. يبقى احنا كده قلنا بيشتغل كغذاء نيوتريتيف فانكشن، بيشتغل كدواء، عندنا حاجتين، عندنا الكوزموتكس مستحضرات التجميل، وعندنا الايه الكوروناري فازو دايليتورز. تمام. وزن على الصوت يعني ايه، تقريبا داخل عليا دور برد فايه فدعوكم. قلنا غذاء وقلنا دواء. اخر حاجه اللي هو المتفجرات، ان الجليسرول ده بيدخل في تركيب الديناميت اللي كان نوبل هو اللي اخترعه. تمام. لو حدش يعرف يعني ان النوبل هو اللي اخترع الديناميت، كان مخترع لاسباب سلميه بس هم لما استخدموه في الحرب قال لك اكفر عن سيئاتي وايه واعمل جائزه نوبل. تمام. مش موضوع المهم يعني احنا بنتكلم عن ايه، بنتكلم عن السيمبل ليبت، وقلنا السيمبل ليبت دون بيتكون من الكحول وفاتي اسيد، وقلنا الكحول ده جليسرول او هاير الكحول، الهاير الكحول ده يعمل لك واكس، الجليسرول ده يعمل لك ترايس جليسرول اللي هي اللي هو النيوترال فات، وقلنا اتكلمنا عن وظائف الايه الكحول، ناقصنا الفاتي اسيد هنتكلم عليه شويه. طيب ما زلنا في نفس المكان برضو، ان احنا بنتكلم عن ايه، بنتكلم عن الكلاسيفيكيشن بتاع الليبيد كيمستري، السيمبل ليبيد، وقلنا السيمبل ليبيد ده بنقسمها ل بيتكون من الكحول وفاتي اسيد. تمام. اتكلمنا عن الكحول في السلايد اللي فاتت، هنتكلم عن الايه، عن الفاتي اسيد دلوقتي. تمام. والفاتي اسيد ده عباره عن ايه، عباره عن اسيد فاقي اسمه ايه، حمض دهني. تمام. الحمض الدهني ده هو مركب اليفاتي ولا اروماتي؟ مركب اليفاتي. ليه؟ عشان هو ما فيهوش مجموعه البنزين، لو في مجموعه البنزين كنا قلنا ان هو اروماتي. تمام. فهو بيقول لك اول حاجه ان هو ايه، ان هو اليفاتيك اسيد. تمام. بيقول لك كربوكسيليك عشان في مجموعه سي او او اتش. تمام. والرمز بتاعه يبقى ايه، ار سي او او اتش. تمام. طيب الفات اسيد ده بيبقى عباره عن ايه، بيبقى عباره عن راس وذيل، يعني زي ما انت خدتها كده، راس وذيل، راس محبه للماء اللي هو السي او اتش دون، والديل ذيل في تتابعات كتيره من الكربوهيدرات اللي هي سي هاك كتير ورا بعض كده، اول واحد سي اتش 3 واللي بعدهم كلهم ايه سي اتش 2. تمام. باي ان لو انتوا فاكرين من ايه، من الثانوي، موضوع ما يهمناش. تمام. طيب زي ما انتوا برضو واخدين قبل كده ان راس محبه للماء بتخليه لحد ما ووتر سوليبل، انما الذيل كاره للماء فتخليه ايه ووتر انسوليبل. مش موضوعنا، احنا عارفين ان ايه، ان الدهون لا تذوب في الماء. هل يختلط الزيت بالماء؟ لا. محمد هاني ده ولا اسمه هاني رمزي قالها قبل كده. تمام. طيب قلنا الشكل بتاعه ار سي او اتش، وقلنا ان هو عباره عن سي او اتش ده الفانكشنال جروب، دي المجموعه الوظيفيه بتاعته، ده اللي بتخليه هيدروفيلك، ده اللي بيخليه يحب الميه. تمام. او يدوب في الميه. انما الار جروب ده دي اللي بتمثل الكربوهيدرات تشين، اللي هو سلسله الكربوهيدرات اللي ورا بعضها، سيهات اللي ورا بعضها كتير دي، ودي اللي بتخليه هيدروفوبيك يعني ما بيحبش الميه. تمام. وقلنا الجنرال تيرم بتاعته اللي هو بيبقى ايه، بيبقى عباره عن سي اتش 3 عشان دي ايه مش ماسكه في حاجه، وكمل الرابطه الرابعه ايه بسي اتش 2، وكله بقى ايه سي اتش 2 كده، سي اتش 2 كمل كده لحد ما يوصل لايه لسي او اتش ايه في الاخر. تمام.
تمام. طيب بعد كده بيقسم لك الفاتي اسيد ده، بيقول لك ان احنا الفاتي اسيد ده بنقسمه لايه؟ بنقسمه لمشبع اللي هو الساتوريتد فات، وغير مشبع الانساتوريتد فات. تمام. بناء على ايه؟ بناء ان المشبع ده كل روابطه احاديه، يعني هتلاقي السيهات كده كلها احادي 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 احادي، تمام. انما مش مشبع في رابطه ثنائيه، الثنائيه اللي هي ايه؟ ما بين السي والسي، تمام. محدش يقول لي ان السي او اتش، تمام، محدش يقول ان دي كده رابطه ثنائيه ده غير المشبع، لا ده دي المجموعه الوظيفيه ملهاش دعوه، احنا بنحكم على ايه؟ على السيهات اللي ورا بعضها، تمام. فالكل لو كله سيهات ورا بعضها روابطهم احاديه ده ساتوريتد، لو كلهم لو فيهم رابطه ثنائيه ده او اكتر يعني، او ثلاثيه يعني، ده بنسميه انساتوريتد. تمام. الساتوريتد بقى انت عندك كذا مثال، عندك البيوتيريك اسيد، الكابرويك اسيد، البارميتيك اسيد، والستياريك اسيد، تمام. وكل واحد كاتب لك ايه؟ كاتب لك هو بيتكون من كام ذره كربون. طب انت مطالب ان تحفظ بالكلام ده؟ لا مش مطالب ان تحفظ بالكلام ده، بس انت لو عاوز تعرف وقت او تحفظ اتنين يعني، تحفظ البيوتيريك، تمام، ده 4 ذرات كربون، والبالميتيك ده 16 ذرة كربون، تمام. تمام، بس معلومة ليك على جنب، ان الكابرويك اسيد دون هو بيبقى بيدخل في تركيب مادة اسمها كابرون. الكابرون ده حاجة انتي كواجولانت، سوري، حاجة بتستعمل في السيولة، يعني الناس اللي بيبقى عندهم سيولة او عندهم بليدنج زيادة بيديهم الكابرويك اسيد ده، من ضمن الايه؟ من ضمن المواد اللي هو بياخدها علشان تعالج السيولة، تمام. هو مش انتي كواجولانت، انا اتلخبطت، هو بيعالج السيولة، تمام. تمام، طيب. بعد كده بيتكلم عن الان ساتوريتد فات، اللي هو الدهون الغير مشبعه، او الدهون الغير مشبعه بيقول لك على حسب، هي فيها رابطه واحده بس مش ثنائيه، بنسميها مونو ان ساتوريتد فات او مونو انويك. فاكرين انتوا في الثانوي كنا عندنا حاجه اسمها الكان، الكين، الكاين، انويك دي اللي هي الكين، تمام، عشان في رابطه ثنائيه. فمونو انويك او مونو ان ساتوريتد فاتي اسيد ده عشان في ايه؟ عشان في رابطه ثنائيه واحده، تمام. وقال لك ان المونو انويك او المونو انساتوريتد ده الجسم يقدر يصنعه، فبالتالي هل هو اسينشال؟ لا مش اسينشال. ليه مش اسينشال؟ علشان انا بقدر اصنعه. امال مين بقى اللي الجسم ما بيقدرش يصنعه اسينشال ولازم تاخده في الغذاء؟ اللي هو البولي انساتوريتد فات، تمام. بولي انساتوريتد فاتي اسيد اللي هو اختصارها بوفا، تمام، ده بنطلق عليها ايه؟ الاسينشال فاتي اسيد، ده النوع الوحيد الاسينشال في الفاتي اسيد، ده الجسم ياخده في لازم ياخده في الغذاء عشان ما بيعرفش ينتج، تمام. اداك مثال هنا على المونو انساتوريتد حاجه اسمها ايه؟ اوليك اسيد، تمام، احفظه مع نفسك. ولكن هم نون اسينشال. وبعد كده البولي انساتوريتد قال لك والله يا اللي سميناها بولي علشان فيها اكتر من رابطه ثنائيه، تمام. فقال لك بقى لو فيها رابطتين ثنائيتين، عندك مثال اسمه لينو ليك اسيد، تمام، ولو فيها 3 روابط في حاجه اسمها لينو لينيك اسيد، افتكر يعني فيها حرف ان زياده ففيها رابطه زياده، تمام، يبقى لينو ليك لينو لينيك، تمام. واخر واحد اللي هو الايه؟ الاراشيدونيك اسيد، ده اللي بيبقى فيه 4 روابط ان ساتوريتد، وده مهم ليك انت قدام لما تاخده ان شاء الله، لما تاخده بص اجاند وتاخد مركبات تانية، تعرف ان الاراشيدونيك اسيد ده مهم جدا 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 في الجسم، تمام. عشان كده انت لازم تاخد الحاجات دي في الايه؟ في الغذاء، تمام. بعد كده عندك شويه حاجات في الفايل، يعني جايب لك شويه مركبات واماكن ذره الكربون فين والكلام ده، فكك من الكلام ده، ولا جاما ولا ايه ولا الفا، ما تشغلش بالك بالكلام ده. انا عاوزك بس تعرف ان المونو المثال بتاعه ايه؟ اوليك اسيد وفي رابطه واحده، تمام. البولي عندك ثلاث مركبات، لينوليك اسيد في رابطتين، لينولينيك في ان اهو لينيك اسيد في 3 روابط، اراشيدونيك اسيد في 4 روابط، تمام، 4 روابط ايه؟ مزدوج، تمام. بعد كده في جدول عندك بيفرق ما بين المونو والبولي، انا قلت يعتبر كل حاجه، حتى قلت لك ان ايه؟ ان دي الجسم ما بيعرفش يصنعها، فبالتالي ايه؟ فبالتالي لازم الجسم ياخدها في الغذاء. بعد كده بيبدا يكلمك عن ايه اهميه البول انساتوريتد فات، ويعتبر كلام معاد، ما فيش الا معلومتين بس جديد. يعني بيقول لك اول حاجه ان الجسم ما بيقدرش يصنعها، لازم ياخدها في الغذاء، جديد قديمه، بتدخل في الاستراكشر بتاع الفوسفوليبيد والكوليسترول، عادي ما يعتبر فات، بتدخل في الاستراكشر بتاع السيل ميمبرين، عادي ما هي فات، لها يعتبر جديده، اللي هي لها كونسنتريشن جديد في الريبرودكتيف اورجانز، هي اعضاء التناسليه بتاعتك زي التستس في الميل واوفري في الفيميل، تمام، ده يعتبر جديده بقى ليها ايه؟ ليها تركيز، يبقى مين ليها تركيز كبير؟ اللي هي البول انساتوريتد في الايه؟
reproductive organs. بتبروتكت اجينست الاثيروسكلروز والكورونا ارتر ديزيز عن طريق انها بتقلل الفريد كوليسترول والال دي ال. اصبر عليها دي شويه هشرحها لك لما ناخد اللايبوبروتين. تمام، احنا مش قلنا من كام سطر كده قلت لك ان هي معلومه قديمه انها بتدخل في تركيب الفوسفوليبيد كوليسترول استر. لما نيجي ندخل في اللايبوبروتين برضه هفهمك الموضوع ده. تمام. وبعد كده بيكلمك على حاجه اسمها الايكوزانويدز. الايكوزانويدز ده زي الايه، زي البروستاجلاندين والبروستاسايكلين والسيروموكسان وغيرهم. دول بيبقوا جايين من حاجه اسمها الارشيدونيك اسيد. الارشيدونيك اسيد ده اللي هو الايه، اللي هو كان فيه اربع ذرات كربون. تمام، بيكلمك ان هو ايه، بولو انويك فات، اللي هو بول انساتوريد فات. ماشي، مفيش حاجه جديده. اللي هو البروستاجلاندين والبروستاسايكلين والسيروموكسان وكل ده، كله ده كلها حاجه اسمها انفلاماتوري ميدييتس، ما تشغلش بالك. الارشيدونيك اسيد هو البريكرزر بتاع البروستاجلاندز. دي بقى كلمه مهمه. تمام، يبقى لو انت عاوز تطلع بس من الكلام الجزء ده، انا في كلام بشرح على الفايل، انا فاتح الفايل بتاع تيم الداتا اللي هو عامله لكم للطباعه للمحاضره دي. تمام، فانا ماشي معاك ايه بالمهم ومش مهم. فالكلينيكال اللي هو فيها عنوان كده اسمه كلينيكال سيجنيفيكانس اوف بولي انسيتريت فات، ده انا عاوزك بس تعلم لي فيه على حاجتين جداد. ايه هما؟ اللي هو بيليهم كونسنتريشن كبير في الريبرودكتيف اورجانز، وان هما الارشيدونيك اسيد هو البريكرزر بتاع البروستاجلاندين. تمام، معايا ولا فين؟ معايا. طيب مديك معلومه كده، بيقول لك ايه، بيقول لك ان انت لو اديت الجسم اللي انه ليك اسيد اللي هو فيه رابطتين دون، ممكن الجسم يطلع لك ايه، يطلع لك الارشيدونيك اسيد منه، يعني ايه، يعني يختزل لك الموضوع ده ويطلع لك الرابطتين. تمام. يبقى لحد دلوقتي بس عشان ما تتوهش مني، احنا خدنا ايه، خدنا تعريف الليبيد، قلنا مركبات عضويه تحتوي على الكربون والهيدروجين والاكسجين وبتتكون من الكحول وفاتي اسيد. تعالى كده، الكحول وفاتي اسيد ما بينهم ايه، ما بينهم استر بوند. تمام، ده كده التعريف. وقلنا ان هي ايه، لا تذوب في الماء ولكنها تذوب في المنظمات العضويه زي البنزين والكلوروفورم. وكلامنا على الوظيفه قلنا ان هم اتنين واتنين واتنين، اتنين بناء اللي هو الهيستولوجي في السيل ميمبرين، والاناتومي بتعمل الكونتور وبتعمل الفيكسيشن انترنال اورجانز وبتعمل هيت انسيليتور. تمام، وقلنا اتنين وظيفه ان هي مصدر للطاقه، والجي اي تي بتشتغل كلاكزيتيف، والفود بلط بتخلي الفود بلطبل، وقلنا انها بتوفر حاجتين. ايه هم؟ اللي هم الاكيد اللي انتوا عارفينهم، الاي كي اي دي اللي فات سيرابل فيتامينز، وبتوفر كمان الايه، اللهم صل على سيدنا محمد، اللي هو اسينشال فاتي اسيد زي الايه، زي البول انسيتريت فات اللي احنا واخدينه. تمام، اتكلمنا كده على التعريف والوظيفه. وبعدين احنا قلنا هنتكلم عن الانواع، والانواع دي اتكلمنا فيها ايه، اتكلمنا فيها عن الانواع البسيطه، بتتكون من حمض دهني وكحول، وان الكحول ده يا اما هو يكون نوع واحد، اللهم صل على سيدنا محمد، يكون جليسترول، فساعتها هيديني الترايسايد جليسترول اللي هو النيوترال فات، او يكون حاجه تانية غير جليسترول فيدينا الواكس. وان الحمض الدهني اما يكون مشبع او غير مشبع. الحمض الدهني المشبع ده اللي هو الساتوريتد فات، وده علينا قال له مثال اللي هو اوليك اسيد. والغير مشبع سوري لا الساتوريتد فات ده عنده مثال ايه، البيوتاليك اسيد والبالميتيك اسيد والكابرويك اسيد. والغير مشبع ده منقسمه ليه، مونو وبولي، والمونو ده زي الاوليك اسيد، والبولي ده زي الايه، زي اللينوليك واللينولينيك و الارشيدونيك اسيد. تمام. بعد كده المفروض عندنا اصلنا ايه بقى في المحاضره دي، اصلنا المعقده والمستخلصه والاخرى والايه والرانسيتي اللي هي النتانه. تمام، هناخد ايه، هناخد الاول نفصل بالرانسيتي وبعدين نكمل الباقي. تمام. ادي الرانسيتي. تمام، ايه هو بقى موضوع الرانسيتي او النتانه؟ تمام، هو متعرفه كده زي ما انا بقول كده، هي نتانه. يعني ايه نتانه؟ يعني هو اي تغير في اللون او الطعم او الريحه بتاعه الدهون، ده يعتبر نتانه. تمام، ده كده كتعريف ايه، كتعريف بلدي. طيب ده بيحصل ايه، بيحصل نتيجه ايه؟ بيحصل نتيجه ان الدهون ده تعرضت للرطوبه او الاكسجين او الحراره بشكل متكرر. عشان كده هو بيقول لك ايه، ما بتغليش الزيت كتير. الزيت بتستعمله مثلا ايه 3 4 مرات وبعد كده خلاص. ليه؟ عشان بيعفن، بيحصل له رانسيتي. تمام، او اللايت او الضوء او بعض المعادن زي الكبره زي النحاس. تمام، فده اللي بيعمل لك ايه، بيعمل لك الطعم او الريحه المش كويسه للدهون دي. فساعتها ايه، بنقول ان الدهون دي ايه، ان الدهون دي رانسيد، الدهون دي نتنه. تمام، يبقى ايه هو الرانسيتي؟ هو اي تغير في اللون طعم ريحه بتاعه الدهون. تمام، سواء كان بقى زيت او ايه او دهون يعني. طب وقلنا ان هو نتيجة التعرض للرطوبة، الأكسجين، الحرارة واللايت.
التعريف مهم، بس انما نتيجه التعرض ايه مش مهم. دي كده اول حاجه ايه اللي هي الديفينيشن بتاع الرانسمي. طيب ايه انواع الرانسمي؟ عندك انواع الرانسمي دي على حسب ايه؟ على حسب المسبب بتاع الرانسمي دي، تمام؟ يعني انت عندك لو هو نتيجه تعرضها للاكسجين او تاكسدها بنسميها اوكسيديتيف. تعالى نعمل هنا عشان لانه موجود، بنسميه اوكسيديتيف، سوري، اوكسيديتيف رانسيتي، تمام؟ والاوكسيديتيف رانسيتي دي يعني ايه؟ يعني انا اكسبت المركب، تمام؟ طب مين المركب اللي يقبل الاكسجين، تمام؟ يعني انت عندك قلنا الدهون بتتكون من ايه؟ متكون من فاتي اسيد، والفاتي اسيد دي ايه؟ مشبعه وغير مشبعه. انهي واحد فيهم اللي يقبل الاكسجين، او انهي واحد فيهم اللي يفقد هيدروجين، او يقبل ان هو يفقد سوري اللهم صل على سيدنا محمد، يقبل ان هو ياخد ايه؟ ياخد اكسجين. هقول لك ان هو النوع بتاع الانساتوريتد، تمام؟ ليه؟ لان هو انساتوريتد عنده رابطه مش مشبعه، فانا هديله اكسجين ساعتها. فساعتها الرابطه دي ايه؟ هتبقى مشبعه، تمام؟ تمام. طيب ده كده اول واحد، اول واحد اللي هو ايه؟ اللي هو الاكسجين. وده الدكتوره قالت ايه؟ قالت مهم ان انتوا تعرفوا بس هو بيحصل في انهي فات، في الايه؟ انساتوريتد فاتي اسيد، تمام؟ تمام. عاوز بقى تعرف المعلومات الباقيه اللي هو ايه؟ اللي هو اللي هو اللي عندك الهيدروجين بروكسيد، او المواد البروكسيد دي هي اللي بتاثر عليه وهي اللي بتعمل لك الموضوع ده، ان هو ممكن نحميه من الفينول والفيتامين ايه مش مهم، عاوز تعرفه مش عاوز اعرفه مش مهم، المهم انت تعرف ان النوع ده بيحصل في ايه؟ في الانساتوريتد فات. طيب تاني نوع اللي هو الايه؟ اللي هو الهيدروليتيك، تمام؟ الهيدروليتيك ده بيحصل نتيجه ايه؟ نتيجه بارشل هيدروليسيس لطريقه اسايد جليسيرولز، تمام؟ بشوية انزيمات، تمام؟ يبقى الهيدروليتيك بيحصل نتيجة ايه؟ نتيجة تأثر الترايسايد جليسرول بشوية انزيمات بتعملها هيدروليسيس، تمام؟ ادي كده المعلومة اللي عاوزك تعرفها. طيب تالت معلومة في تالت نوع يعني اللي هو الكيتونيك هيدروليسيس، تمام؟ وده بيحصل نتيجة بعض الفنجاي زي الاسبرجيلا سنايجر. يبقى تاني التلات معلومات اللي انت عاوز تعرفهم في الرانسيتي ايه؟ الاكسيديتيف مين اللي بيعمله؟ ده الاكسجين عادي بيتعمل في مين؟ في الانساتوريتد فات. طب الهيدروليتيك مين اللي بيعمله؟ الهيدروليتيك انزيمز. طب بيتعمل في ايه؟ بيتعمل في التاج. طيب الكيتونيك مين اللي بيعمله؟ الاسبرجيلاس نايجر، ده ايه؟ نوع من انواع الايه؟ الفطريات. طيب ده كده ايه انواع الرانسيتي. طيب ايه تاثير الرانسيتي؟ قلنا تاثير الرانسيتي ببساطه انها ايه؟ بتغير في اللون والطعم والريحه بتاعت الحاجه دي، فانت مش هتعرف تاكلها. طب افرض انت كلتها بقت توكسيك ليك، بقت الدهون دي سامه ليك، تمام؟ فانت ما ينفعش ايه؟ ما ينفعش ان انت تاخدها. طب افرض مثلا انت كلتها وما حصلكش تشمم، تسمم، انت كده فقدت وظيفتين مهمين للدهون كانوا بيعملوها، ان هي كانت بتوفر لك اسينشال فاتي اسيد ولي الفاتي سوليبل فيتامينز، مش هتعرف تمتصهم، تمام؟ يبقى انت تاثيرها بتغير اللون وطعم الريحه، فانت ما تاكلهاش. طب افرض انت اكلتها توكسيك ليك، طب افرض ما حصلكش حاجه، مش هتعرف تستفيد برضو من مكوناتها من فات سولوبل فيتامينز واسينشال فاتي اسيد. طيب ازاي اقدر امنع الرانسيتي؟ لو انتوا كنتوا قريتوا في التايبس يعني ديا، هتلاقي ان في البريفنشن موجود الفيتامين اي، وان انت تبعدها عن الايه؟ تديها يعني تحط فيتامين اي على الدهون، فده يمنع الاكسده بتاعتها، فيمنع كده اول واحد. تاني حاجه ان انت تحط او تمنع عنهم الايه؟ تمنع عنهم الرطوبه، تمنع تخليهم ايه؟ بعاد عن الرطوبه، عشان كده دايما تخلي الحاجه ايه؟ تخلي الحاجه متغطيه، تمام؟ فانت لما تمنعهم عن الرطوبه ده بيعمل لها ايه؟ بريفنشن من الرانسيتي، تمام؟ يبقى تاني حدوته الرانسيتي قلنا تعريفها، انواعها، الايفكت بتاعها، البريفنشن. طيب ازاي احنا نقدر نتعرف على الرانسيتي؟ وحاجه اسمها اسيد نمبر، تمام؟ ازاي احنا نقدر نتعرف على الرانسيتي؟ ببساطه كده ايه؟ من الطعم والايه؟ واللون بتاعها والريحه. طيب افرض ان الموضوع لسه بدري، او انت برضو ايه مش قادر تحدد، او انت مش بتعرفش تشم كويس، فقال لك في حاجه اسمها ايه؟ اسيد نمبر، تمام؟ ايه موضوع الاسيد نمبر ده؟ مش قلنا ان الرانسيتي دي يعتبر ايه؟ يعتبر ان كأن الدهون بتتحلل، تمام؟ فبالتالي بيزيد عدد الفري فاتي اسيد، تمام؟ الفري فاتي اسيد اللي هو بنكسرها من الترايل سايد جليسرول، يعني الترايل سايد جليسرول ايه؟ نكسره يطلع الفري فاتي اسيد دي لوحدها. قال لك الفري فاتي اسيد دي بتزيد، فلما بتزيد بنعرف نحسبها وبنطلق على المصطلح ده ايه؟ اسيد نمبر. يبقى ايه هو الاسيد نمبر ده؟ هو عدد
الايه الفري فاتي اسيد. طيب العدد فري فاتي اسيد ده انت بتحسبه ازاي؟ قال لك انا بحسبه عن طريق كميه الكي او اتش او كميه القاعده اللي انا هضيفها علشان تعادل كميه الحمض اللي موجود في المركب ده او في الجزء ده. يعني انت مثلا دلوقتي عندك ايه، عندك طبق فيه ايه دهون، تمام؟ الطبق اللي فيه دهون ده انت عاوز تعرف كميه الاسيد اللي موجوده فيه، تمام؟ انت هتعرفها ازاي؟ قال لك انا مش هعرف اقيس كميه الاسيد الموجوده هنا، بس انا اقدر احسب كميه القاعده اللي انا هضيفها على الاسيد ده لحد ما تعادله. احط ورقه عباد شمس كده تحمر في الاسيد واقعد اضيف قاعده لحد ما ايه، لحد ما ورقه العباد ايه لونها هيبقى بنفسجي تقريبا، يعني هما ايه تبقى نيوترلايزد. اول ما تبقى ايه نيوترال، يبقى انا كده عرفت ايه، ان انا استعملت كميه قاعده قد كده، فبالتالي كميه الاسيد اللي موجوده في الايه في المركب ده قد كده، تمام؟ ده كده تعريف اسيد نمبر. المهم بس تعرف التعريف. يبقى تاني احنا اتكلمنا على رصيد، قلنا تعريفها تغير لون طعم رايحه. طيب نتيجه ايه؟ نتيجه تعرض اكسجين رطوبه عوامل اخرى انواعها اوكسيديتيف بيحصل في انساتوريتد، هيدروليتيك انزيم في التاج، كيتونيك في اسبرجيلاس نايل. تاثيرها اولا توكسيك، او انت مش عارف تاكل، تاكلتها توكسيك. طب كلتها ومش توكسيك يبقى مش هتستفيد منها، سواء كان فات او سنشا فات اسيد. تمنحها ازاي؟ فيتامين اي وتبعدها عن الرطوبه. تحصلها ديتكشن ازاي من اللون والطعم وريحه يعني، دي حاجه. الحاجه الثانيه اللهم صل على سيدنا محمد، الاسيد نمبر، تمام؟ ايه هو الاسيد نمبر ده؟ كميه القاعده اللي انت محتاجها عشان تعالج الايه، تعالج الحمض. بس احنا ايه كده خلاص، يعتبر خلصنا الايه ايه الرانسيت دي. نكمل بقى عندنا تاني، احنا كنا في كلاسيفيكيشن وكلامنا عن السيمبل ليبيد، ودلوقتي دور الايه الكومباوند ليبيد، تمام؟ قلنا الكومباوند ليبيد ده عباره عن ايه، عباره عن سيمبل ليبيد هو الفاتي اسيد والكحول، ضفنا عليها مجموعه وظيفيه تانيه، تمام؟ حسب المجموعه الوظيفيه دي احنا بنسمي ايه نوع الكومباوند ليبيد. فانت عندك حاجه اسمها البي او 4 اللي هو الفوسفات، لما تضيفه يعمل لك حاجه اسمها فوسفوليبيد، تمام؟ والفوسفوليبيد ده عشان فيها فوسفات، عندك في حاجه اسمها جليسروفوسفوليبيد، يعني الكحول نوع الكحول فيها بيبقى الجليسرول، وحاجه اسمها سفنجو فوسفوليبيد عشان نوع الكحول فيها ايه سفنجوزين، تمام؟ زي السفنجو مالين. ده كده ايه معلومتين كده على جنب مش مهمين. طيب تاني حاجه عندك ممكن تضيف بروتين، فساعدت لها حاجه اسمها ايه لايبو، اما لايبو بروتين او بروتيوليبيد، الفرق بينهم هنعرف كمان شويه. او تضيف كربوهيدرات، ساعتها هتعمل حاجه اسمها ايه، اسمها جلايكوليبيد، تمام؟ تمام. طيب بعد كده كان في معلومه بس هنا عشان نسيت اكتبها هنا، اكتبها عندك، ان كان الدكتوره بتقول في حاجه في مركب اسمه السيراميد، تمام؟ السيراميد ده اهو ده اهو مش فوسفوليبيد، تمام؟ علشان ايه؟ عشان محدش يتلخبط، السيراميد ده اهو مش فوسفوليبيد، تمام؟ تمام. طيب بعد كده هنتكلم شويه عن اللايبوبروتين والبروتيوليبيد، تمام؟ اولا كده هو ايه، عباره عن ليبيد مع بروتين، تمام؟ على حسب بقى اللايبوبروتين، الليبيد بيبقى موجود بره والبروتين جوه. طب البروتيوليبيد العكس بقى، البروتين بيبقى موجود بره والليبيد هو اللي موجود ايه، هو اللي موجود جوه، تمام؟ تمام. طيب من المهم فيهم اللي انا عاوزك تعرفه اللايبوبروتين، ده اللي مهم وده اللي احنا بندرسه وده اللي ليه وظيفه عندنا في الجسم. البروتيوليبيد تقريبا انت مش هتشوفها في حياتك غير هنا في المحاضره دي، تمام؟ طيب اللايبوبروتين، قلنا اللايبوبروتين ده عباره عن ايه، عباره عن مركبات، المركبات دي بيبقى فيها، عاوزين نرسم دايره تبقى بالظبط كده شكل حلقي، والحلقه دي بتبقى عباره عن ايه، بيبقى عباره عن كده هنا فوسفوليبيد، يعني كل الاطار اللي بره ده فوسفوليبيد، تمام؟ يعني تخيلوا ان انا ايه رسمتها كده ايه كلها فوسفوليبيد، تمام؟ والفوسفوليبيد دي اللي بيعتبر الليبيد بارت بتاعنا، ويبقى تخللها مركبات بروتينيه. بس ايه عاوزين نرسمها بلون مختلف، مثلا بزرق. المركبات البروتينيه دي بنسميها ايه، بنسميها ابو بروتين، تمام؟ تمام. طب ايه وظيفه الابو بروتين؟ وظيفتها ان هي بتبقى شيال الليبيد، الدهون بتشيل الدهون هنا كده، لا احنا عاوزين دهون احمر بتقعد، يا عم بقول لك احمر، بتقعد تشيل الدهون هنا كده علشان تاخدها وتنقلها خلال الدم، تمام؟ تمام. وعلى حسب بقى تركيز كميه الدهون الموجوده في المركبات دي ووظيفه المركبات دي، يعني هل هي بتنقل الدهون دي من الجسم للليفر ولا من الليفر لباقي الجسم، بيطلع عندنا شويه انواع من انواع اللايبوبروتين، تمام؟ تمام.
يبقى احنا قلنا ان هي عباره عن ايه، عباره عن مركبات موجوده، بيقول لك موجوده في سيل ميمبرين والميتوكوندريا والبلازما، مالناش دعوه. البلازما اللي هو البروتين اللي احنا بنتكلم عليها دي، دي وظيفتها ايه؟ ان هي بتاخد الانسولوبل ليبيدز، الدهون اللي مش بتدوب، يحطها في الايه، تبقى موجوده جوه او بتشيلها يعني، بتشيلها يعني معاها علشان تقدر تنقلها في البلازما والدم، تمام؟ عشان تنقلها بقى يا اما للليفر او لباقي الجسم على حسب نوعها، تمام؟ وقلنا ان البروتين بارت اللي بيبقى موجود ده بيبقى اسمه ايه؟ بيبقى اسمه ابو بروتين، زي ابو بروتين ايه، ابو بروتين بي 48 و100، ابو سي ودي وايه، هبقى تاخدوه ان شاء الله السنه الجايه في مديول النيوتريشن، لا مش في مديول النيوتريشن، في مديول الكارديو ان شاء الله السنه الجايه او اللي بعدها، مش عارف على حسب الكارديو عندكم امتى، تمام؟ طيب قلنا ان الليبيد بيبقى موجود فين؟ موجود جوه، والجزء البروتين بيبقى موجود بره، وده بيخليها ايه، سوليبل في الووتر، عشان كده ايه، عشان كده بتعرف تشيل الدهون وتوديها باقي الجسم، تمام؟ على عكسها بقى البروتيولوبيد، قلنا البروتيولوبيد دي بتبقى موجوده فين؟ بتبقى موجوده في النيرفس تيشو، وبتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن البروتين بره، سوري البروتيولوبيد بيبقى البروتين هو سوري بيبقى الليبيد بره، والبروتين هو اللي ايه؟ هو اللي جوه، تمام؟ يبقى البروتيولوبيد بيبقى البروتين هو اللي جوه، والليبيد هو اللي موجود بره، وعشان كده ده بيبقى ايه، بيبقى انسوليبل في الووتر، ولكنه بيدوب في الايه، في المذيبات العضويه، تمام؟ يبقى تاني عشان اتلخبطت في الحته دي، اللايبو بروتين الليبيد جوه والبروتين بره، البروتيولوبيد البروتين جوه والليبيد بره، تمام؟ تمام. طيب ايه الكلاسيفيكيشن بتاع اللايبو بروتين، او ايه انواع اللايبو بروتين؟ عندك انواع اللايبو بروتين، اول حاجه كايلو مايكرون، تمام؟ ايه كايلو مايكرون دون؟ انت عندك في مصدرين في الجسم للدهون، اول مصدر هو المعده، ان الاكل اللي انت بتاخده في الغذاء بيمتص في المعده، او سوري بيمتص يعني في الامعاء يعني في الانتستين، ويروح تيار الدم. اول ما يمتص الدهون دي في تيار الدم بيتكون لك حاجه ايه، بيتكون حاجه اسمها كايلو مايكرون، تمام؟ وده اول شيال بيشيلها، تمام؟ بياخدها فين؟ ياخدها يوديها للليفر. طيب ده كده ايه، ده كده كايلو مايكرو، ودي حاجه كده ايه ما بيهتموش بيها. طب تاني مصدر عندك وهو ايه، الفي ال دي ال، تمام؟ فيري لو دنسيتي لايبو بروتين، ده بيبقى جاي منين؟ جاي من الدهون اللي الليفر بيكونها، تمام؟ ويبقى دوره ان هو يكون الدهون دي علشان ياخدها الفي ال دي ال دون، يسلمها للال دي ال، ومع الال دي ال يوصلها لباقي الجسم، تمام؟ يوصلها بقى للايه، للعضلات، للنسيج الدهني اللي موجود في الجسم يخزنها، وهكذا، تمام؟ ولكن عيب الموضوع دون ان هو لما بيكتروا ما بيبقاش لاقي مكان ان هو يرسب الدهون، فيروح مرسبها فين؟ يرسبها في الاوعيه الدمويه، ولما يرسب الدهون في الاوعيه الدمويه ساعتها بيعمل لك ايه، ساعتها بيعمل لك حاجه اسمها تصلب الشرايين، الاثيروسكلروزز، اللي هو بيعمل لك بعد كده الضغط، يعمل لك امراض المخ اللي هو الجلطات وغيره، او امراض القلب لا قدر الله، تمام؟ تمام. فكان لازم يعني ربنا خلق حاجه تانية تضاد عمل ال دي ال اللي احنا بنسميها اتش دي ال، الهاي دنسيتي لايبو بروتين، تمام؟ وده بيبقى دورها العكس، دورها ان هي تاخد الدهون اللي موجوده في البريفري، اللي موجوده في الاوعيه الدمويه، موجوده في الانسجه، انها ترجعها تاني للايه، للليفر. الجسم عايش طبعا في توازن ما بين ده ودون، ولو حصل خلل في التوازن ده يؤدي الى ايه، يؤدي الى حدوث المرض، تمام؟ ده كده باختصار الايه، اللايبو بروتينز، علشان لما تيجي تاخدها ان شاء الله السنه الجايه تبقى تفتكرني، تمام؟ تمام. قال لك في نوع كمان بقى في البتاع دون، ان هو الايه، اللي هو حاجه اسمها الالبومين زائد فري فاتي اسيد، تمام؟ اللي احنا بنسميها نون استرفايد فاتي اسيد، تمام؟ ايه الموضوع دون؟ احنا مش قايلين ان الفاتي اسيد دي ما ينفعش تبقى موجوده في حاله فري، وانها دايما بتبقى موجوده في وجود في صوره استر مع كحول، تمام؟ طب افرض وجد فاتي اسيد في حاله فري، هل ينفع يمشي في الدم بالصوره الفري؟ لا طبعا، ان الفاتي اسيد ده زيت لا يختلط بالماء، تمام؟ تمام. طيب فبالتالي مين اللي بيتولى الموضوع دون؟ الالبومين. يعمل لك ايه؟ يقول لك انا هشيله يا عم، هو مش لاقي حد يشيله، انا هشيله، تمام؟ فالالبومين بيشيل الفاتي اسيد، فيعمل لك حاجه اسمها نون استرافايد فاتي اسيد، تمام؟ تمام. اخر سلايد معانا ان شاء الله، باقي التكمله اللي هي ايه، عندك في درايف ليبيد كده سطر ملوش لازمه، السبستنس اسوشيتد ويز ليبيد اللي هو الايه، الازرس، تمام؟ قال لك دي موجوده، دي مواد بتبقى موجوده في الايه، بتبقى موجوده في الليبيد، تمام؟ المواد دي زي ايه؟ زي الفات سوبل فيتامينز اللي هو الاكيد انتوا عارفينهم، اي كي اي دي،
وحاجه اسمها كاروتينويدز زي الكاروتين، والكاروتين ده ماده بتبقى موجوده في الجزر، بيبقى ليه دورها انها بتكون لك الايه الفيتامين ايه بعد كده اللي هو علاقه بالنظر، عشان يقول لك الجزر له علاقه بالنظر تمام. والاسترويد، الاسترويد دي عباره عن ايه؟ عباره عن اي مركب يحتوي على حاجه اسمها استرويد نيوكلس تمام. انت انا برسمها لك ايه ده اي اي شكل وخلاص. الاسترويد نيوكلس دي مديك اسمها اللي هي سايكلوبنتان وجري، مالكش دعوه. الاسترويد نيوكلس اي مركب فيه استرويد نيوكلس ده اسمه ايه؟ ده اسمه استرويد تمام. قال لك الاسترويد ده ليها شويه جنرال كاراتيريا مالكش فكك منها. من امثله الاسترويد عندك مين؟ الاستيرول والبايل اسيد والاسترويد تمام. والاسترول ده زي ايه؟ زي الكوليسترول تمام. كول يعني علاقه بالبايل واسترول. الكوليسترول ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان هو موجود في الانيمال سورس اونلي، مش موجود في البلانت سورس. موجود بيدخل في تركيب السيل ممبرين والبرين وادينا كل فوقك من الكلام ده كله. جنرال فورمولا فكك منها برضو. البروكوليسترول ده مهم ليك انت تمام. ايه اهميه البروكوليسترول ليفل؟ عشان مع ارتفاع الكوليسترول في الدم ده برضو بيزود فرصه حدوث الاثيروسكلروز. فمهم ليك انت كحياتك العمليه ان الكوليسترول الليفل بتاعه في الدم ايه؟ من 150 ل 200، ده الليفل الطبيعي. لو زاد عن كده ده بيعرض الشخص ان هو يخش في ايه؟ في اثيروسكلروز تمام. تمام. طب ايه اهميه الكوليسترول؟ هو ليبيد بيخش في تركيب السيل ممبرين. هو ليه حاجه مهمه جدا جدا جدا، ان هو بيحصل له اكسده ويخش او يحصل اه بيحصل له اكسده ويخش في تركيب فيتامين دي اللي هو ده تمام. وده الفيتامين يعتبر الفيتامين الوحيد اللي الجسم بيعرف ينتجه فيتامين دي، عشان يقول لك لازم تتعرض للشمس بمقدار معين يعني تقريبا نص ساعه في الصيف ساعه في الشتاء علشان يكون احتياجك من ايه؟ من فيتامين دي تمام. ان هو بيقول لك بقى ان هو بيحصل اكسده في الليفر والانتستين والسكن والكدني برضو على فكره، عشان يوصل لك في الاخر الايه ليه فيتامين دي الاكتيف فورم بتاعه تمام. بيقول لك الكوليسترول برضو بيخش في تركيب الاسترويد هرمون، على اساس ان هو كده كده ايه استرويد، فايه الاسترويد نوكلس موجوده، فاحنا ايه هنعمل شويه حاجات كده يدينا الايه يدينا الاسترويد هرمون على طول. وبيقول لك ان هو لما بيزيد في البلد بيعمل لك اثيروسكلروز. بس كده احنا يعتبر خلصنا المحاضره. كلامنا فيها عن التعريف، عن الوظيفه، عن الانواع. قلنا الانواع عندنا سيمبل ليبيدز، كومباوند ليبيدز، الدرايف ليبيدز، وما خدناش فيها حاجه يعتبر، والسابستنس اسوشيتد ليبيد، وكان في نص عنوان اسمه ايه؟ اسمه الرانسيتي. بس كده اتمنى تكونوا استفدتوا يا رب، ما كنتش ضيعت وقتكم. شكرا لكم يا رب وبالتوفيق دايما، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.